شاء الله حنا مشينا حتى للعشاء ولا لكم ديما باستمرار والشيء اذا تكرر تقرر فكل اعاده افاده واخا تنقول لكم نعاودو كاين ما شاء الله ما كيشعوش ولا ما كيحش عليه حتى كيتعاود مرات جوج ثلاثه عاد كيتعاود ديما كنقول لك انا سافرت للحج 9000 كيلومتر بالطوموبيل حنا وصاحبي عندو الطوموبيل مشينا للحج بدانا نمشيو بالطوموبيل مشينا للبر ما شاء الله نحجو بالبر مشينا لوجده قمنا الطريق 18 طريق في البر الحج طريق الطيار ولا البحر طلعنا للدار بينا لقينا واحد البابور كيقول له قريانوس طلعنا الطوموبيل قلع البابور دخلنا للبحر الصاله الله اكبر ما كاينش داك الصاله ولا حتى ننزلو لا 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 كل شيء موجود في البابور فيه الماء فيه القبله فيه الجي والبابور اللي هاجي ماشي شغل اينما كنت موجود صلي ركعتين كاع غير ركعتين فعليك الله تعالى ماشي كثير غير ركعتين شهور رباعيه غير ركعتين العصر غير تترجع للمغرب خمس ايام حنا غاديين في الطريق في البحر وزلنا ليبيا سارينا كلها زنقة زنقة شيبر شيبر ضعف ضعف كي قال لك تمسك البحر كلها صالة عاود طلعنا من ليبيا ايوا طوموبيل في النطيط تاع الميسرة عاود اردن الميسرة كلها دوزنا على الصلاة وارب سات خاطر ورجعنا صيا وما خدتنا الصلاة اللي كتعاون بها في السعي والصبر والصلاة كتعاون مشاكل الحياة كتصلي في المشاكل ديالك كدير داك المشكل ها ومشكل اخر ها وكتدفع داك المشكل ها والمشكل ها وكتحط له الصلاه ديالو في اوقاتها ان الصلاه كانت علم كتابا في السفر في الحضار في المنشط في الفرحه في الترحه الصلاه هي الصلاه ما بقيتش نتكلم على الصلاه خلاص يا سلام الناس عارفين في الصلاه في السفر كتعرف الصلاه في السفر صعيبه لماذا سمي السفر؟ لانه يسفر عن عيب صاحبه الا بغيت تعرف الانسان سافر معاه على سيدنا عمر يعرف واحد الراجل واش قبيح ولا مليح يا سلام قال له شكون فيكم يعرف فلان شي راجل في المستوى المطلوب نحطو حكم على الناس شكون كون صادق امين لا يخاف الله يرسل السريه ويقسم بالسويه ويعدل في القضيه شكون فيكم كتعرفوه ما شاء الله يخاف الله شكون فيكم بقيت نشوفو واحد انا كنعرفو مزيان قال له مزيان ماشي قال له خمس منك شهد له زكاه صافي قبل الزكيه لا قال له سافر سماعه قال لا قال لي هل جاور صح؟ قال لي لا قال لي هل عانيتها وبدينا والدرهم هل امتحان له؟ ها الامتحان العظيم اليوم بحال الناس كتسنى قال كريسك عروق ما عنديش وامشي عاود حسناتك 5000 فرنك الا ديتيها له مش عارف شحال تخلصها له كليسك حتى اللي هي تبعني اخويا ما اش كتقول لي داير مليون وجوج ثلاثه اش كتقول لي ارفع على 7 مليار يا صافي الناس الجاهل الجاهل ديال القرن العشرين اقبح جاهليه اقبح اصعب من العصر اللي كانوا كيعبدوا فيه الناس الحجر هذوك الناس اللي كانوا كيعبدوا الحجر ما شاء الله شنو خرج منهم عباد الحجر قادات وسادات البشر منهم عمر قادات وسادات البشر وكيسوقوا الغنم رعاة الشاة والغنم ولاو زعماء الامم من كيشريهم خصال كان الصدق عند العرب في الجاهليه اللي كذب كيطيح لهم قيمته في الجاهليه كيشربوا الشراب ديال الحجر علاش الله خلاهم كيشربوا الشراب انه في خصال المهمه هي العقيده يا عبد الله ما يشكوش به خليهم يشربوا تا مشكل كان تا مشكل 13 عام وكيصلي مع رسول الله سكراني او لا كيصلي واش كيكونوا كيسكروا كيعز الصلاه الله اكبر كنضرب التيتو ان العرب ما يخطيش يقطع الشرب عنده 100 سميه اسقينا الخمر وغدا امري ابا عمرا اسقينا الكاس المدام او بنتي هاتي بنتي السلافه كيعطوا للسلاف 100 سميه عطاو ان العرب كانوا اقحاف اللغه ما عرفوش اللغه بحالكم قالوا قراوها في المدارس اكل شرب النحو كاع ما كانش كودا النحو ابو الاسد دو الف حنا بالنسبه للعرب حنا جوع حنا دابا عرب فين الشعر ديال العرب فين الغيره ديال العرب فين الفصحه ديال العرب فين اش كنعرفوا في العربيه فاش كانوا والو دارجه سقيفه مقطع الا بغا يودعك الانسان تيكلم بسبعه اللغات صافا الحمد لله اديو ان شاء الله من بونا نو شي سالي او وي او بونا شي باي باي اي السلام عليكم اي واقع سباتو سبرديلا ما قبل كي تكون حتى اللغه ما كانوا اللغه القرحه الصليقه كاش تخرشيش ما كينطق بحاجه كيعطيها الاسم ديالها ديالها الحقيقي ديالها اذا كانت كلبوره كلبوره ولا كان كذا كي هكاك الخمر تيقول له عطاو الخمر عطاو 100 سميه السلافه بنتي العنقود الكاس المدام كذا ربي خلاهم هنا فيهم خصال شهامه بطولة نخوة غير على العيب ايه اصحتي شكون هي امي معاويه رضي الله عنها زينة هذه شكون هي هين رضي الله عنها هي سلمات دار عمر رسول الله خطبه ديال النساء وصل للزينة قال ما تزينوش قالت له هذه زين هذه امي معاويه دخلت الاسلام قالت له يا رسول الله قال لي الحره تزني ابدا ابدا العرب حاشا
واش بنت الاصل طيح بالقيمه ديال عائلتها وتمشي تخرج تفاسد عليها؟ ابدا. عندها خوتها احرار رجال كذا، ويحك اختي انا طير بالراس ما يرضاش. اي هذه هين عاد سلمت حديثو عاد بالاسلام لما خطب عليهم رسول الله الخطبه ديال النساء، قال لهم راه الله تهنيكم، الزنا ديال الفساد ديال الجاره ما بقاش، الخمر ما بقاش كذا. ناض سي واش قلت له يا رسول الله الحره تزني بنت الاسره بنت العائله تزني؟ زعما هما في العرب ما كانش هذا، لا غير ديك اللي بعدا اصلا ما عندها الناس ما تحشم لا بوها ولا خوها ولا بلا قرطع رجال هواد دخلت القريش كتسمع قدامك دايره اما بنت الحور حاشها ايه ما كانش فيهم خصال غير على العين بحال هكا العقيقه الا زادت له بنت ما يديرش عقيقه تيق فيها ماشي تيكرمها تيق فيها ها اذا بو شي راه عندك تهضر وجهه مسود له هكا ما كيرضعش هاي هاي علاش قال لك النبي انما بعثت لتميمه ماشي اللي بيعلم تم الشراب كيف والو حتى المدينه عاد ما بقى يصلوا يسكراني عاد نزلت يا ايها الذين امنوا في المدينه ما نزلتش في مكه يا الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم تتعلموا مين طلع الايمان ولو من حقا هذوك يدابجوا ما سكرانين سيدنا عمر قال يا ربي نزلنا في الخمر بين شاف شي ايه تحرموا هي نزلت سوره المائده يا الذين امنوا انما الخمر والميسير وانصاب واسلام رسول كيسكروا قال له مؤمن سمى الله مؤمن كيضرب التنتو سمى الله مؤمن كيبيبري مؤمن يا ايها الذين امنوا يا حق نداء يا المؤمن يا اللي كتبيبري راه ما بقاش البيبري دابا خرج من البيبرو خرج من عيشه طويله ولا تعمر قصيره.